تدريس اللغة الإنجليزية للسادس إعدادي. خطوات التدريس قبل لا يعني أبدي لك بالشرح، وهذه لازم تعرف خطوات التدريس مالتي حسب خطة وزارة التربية وحسب المواد الموجودة بكتابك. فأولا راح أبدي لك بالجرامر اللي هو القواعد. الجرامر كل يونت راح أعطيك الجرامر مالته القواعد مالته وأعطيك أسئلة وزارية عليها. رقم 2 تمارين الكتاب. طبعا تمارين الكتاب مهمة جدا، 50% يجي عليها من الوزاري، فراح أحلك كل تمارين الكتاب وأترجمها إليك. 3 المهمات الأخرى اللي أقصد بها الفوكابلاريز وأيضا الفراغات الاختيارات وكذا. أما 4 هي القطع والإنشاءات والأداء. الإنشاءات طبعا أعلمك طريقة أنه أنت تكتب الإنشاء وشلون تكون الجمل. أما القطع والأداء فراح أعطيك الوزاريات المهمات. هذه هي طريقة التدريس مالتي. بعدين وراها أبدي لك بالأساسيات قبل لا أبدي بالكتاب. كل طالب يجب أن يعرف الأساسيات اللي موجودة باللغة الإنجليزية حتى أبلش وياك بيونت 1.